ها وصلت فين؟ انا خلاص حركت بره اسوان. انا بقى 3 ساعات بلف في كل شويه تقول لي لف من ناحيه. في ايه؟ الدنيا ضلمت. انت مستعجل ليه؟ ما وراناش حاجه. اركن بقى عندك شويه عشان هاجي لك واحد من طرفي. يعني ايه؟ مفيش. هتسلمه موبايلك وسلاحك وهيعمل تفتيش بسيط كده للعربيه. اجراءات امنيه ما تزعلش يعني. انت اتجننت يالا؟ انت اكيد اتجننت بقى. بعدين بقى في زفاره اللسان ما قلنا بلاش. انا مش كل شويه هفكرك ان عيالك معايا. الموضوع زي ما هو صعب عليك صعب علينا كمان. ها وصلك؟ تمام. اديله موبايلك من غير ما تقفله، وبعد ما يفتشك هيركب عربيته. امشي وراه لحد ما يوصلك للمكان اللي انا فيه. سلام. ولادي فين؟ مشكلتك نحلها معايا انا بس. عيالي ما لهمش اي ذنب. واخويا كمان ما كانش ليه اي ذنب. تفتكر احل مشكلته مع مين بالظبط؟ يا اخي افهم بقى، انا ما قتلتش اخوك. انت ليه عايز تلبسني جريمه ما عملتهاش؟ زي ما انت صممت انك تلبسني جريمه انا كمان ما عملتهاش. وكان ممكن بسبب اللي انت عملته ده يحصل لي زي ما حصل لعاصم او اتجنن زي اسماعيل. كله سلف ودي. خلاص. اعمل فيها اللي انت عايزه. إن شاء الله حتى تقتلني بس سيب العيال في حالها. إيه الحلول الدموية دي يا باشا؟ أنا ماليش في الكلام ده، مع إني ياما تمنيته عشان أفش غلي. بس أكيد سيادتك عارف إن أنا لو قتلتك هترتاح، وبصراحة ده حل ما يرضينيش. هيعملوك شهيد الوطن وشهيد الواجب ويلفوك في علم مصر وجنازة عسكرية ويمشي في جنازتك علية القوم، وأنا هرجع هربان تاني. انت هتستريح وانا هفضل تعبان، يبقى ليه اريحك؟ طب ليه مثلا ما تجربش شعور ابويا وامي انك تكمل بقيه حياتك من غير عيالك؟ عارف لو كنت اتجننت في نفوخك وعملت في الولاد حاجه انا هطيعك. تفتكر ايه اللي يخليني عاقل يا باشا؟ بلد ادتني حقي مثلا، وصفتني منك ومن اللي زيك اللي ممكن يغيروا مصير بني ادم بجره قلم. تتحكموا في مصاير الناس وانتوا قاعدين في مكاتبكم. ده ارهابي عشان انت عايزه كده، وده خطر على امن الدوله عشان زمايلك عايزه كده. اللي عايزين تطلعوه فوق بتطلعوه فوق، واللي عايزين تنزلوه تحت بتنزلوه تحت. والناس مش مهمه، في 60 داهية الناس. بذمتك يا باشا مش دي حاجه تجنن؟ ده ليه واخد الموضوع كأنه طار بيني وبينك؟ يا اخي انا كنت بنفذ اوامر وتعليمات وسياسات موجوده في البلد. يعني لو عايز تحاسب حد، حاسب اللي حاطه السياسات دي. الله الله، خلاص بقيتوا كلكم دلوقتي عبد المأمور، وبتتكلموا في السياسات اللي كنتوا بتنفذوها غصب عنكم. واكيد طبعا لما جيت تلفق لي القضيه كان قلبك بيتقطع علشاني، وزميلك اللي رزعني التقرير اللي حرمني من الجامعه وخلاني اتمرمط في كل حته شويه اكيد كان بيعيط برضه وهو بيكتبه. ده غير ان سيادتك اكيد ما بتنامش الليل من اللي حصل لعاصم واسماعيل. الله اعلم بقى كام واحد وقعوا تحت ايديك وما راعتش فيهم ربنا. اللي حصل لعاصم ده خطا مهني، غلطه مش مقصوده يعني. طبعا غلطه مش مقصوده، عشان كده قررت تصلحها بكام جريمه ورا بعض. يا عيني. طب وماله؟ اعتبر برضو اللي حصل لاولادك غلطه مش مقصوده. احنا اسفين جدا يا هيثم باشا. عارف لو كنت لمست شعره منهم مش هيكفيني اقطعك بسناني. هخليك تكره اليوم اللي اتولدت فيه، وهتقولي ان اللي فات ده جم
واللي جايكم اوسخ. شفت؟ ما قدرتش تكمل في دور الضحيه كتير، بس تصدق ما كانتش لايقه عليك يا هيثم باشا. بس انا عذرك لاول مره اعذرك، الضنا غالي. عايز كام؟ تفتكر حياتهم تسوى كام؟ اللي انت عايزه. نايم على خميره كويسه اكيد يا باشا، صح؟ الا صحيح، هي شغلانه حمايه النظام دي بتكسب قوي كده؟ اطلب اللي انت عايزه، لو مش معايا هتصرف لك. مع ان اللي اعرفه ان معاك كتير وكتير قوي كمان، بس معرفش. استنى كده اكلم ابويا وامي اسالهم هو دم احمد عندهم يسوى كام. يا عم افهم بقى، انا ما قتلتش اخوك. طب بلاش، نكلم اهل عاصم، اهل عمر، اهل عبد الرحيم، اهل اي حد روحه راحت اوانطة او مستقبله ضاع عشان كان عندك نفوذ. نسالهم حياه الناس دي تسوى كام. انا راجل كنت بخدم البلد، بحميها من الارهابيين اللي عايزين يدمروا امنها. بتحميها من مين؟ من انا؟ من اخويا؟ من ابويا العامل الغلبان اللي كل همه في الدنيا ان هو يجيب حقوق العمال الغلابه؟ ولا من عاصم؟ ولا من اسماعيل؟ لا فعلا ونعم الحمايه. احنا اسفين يا سيدي، بس مهما كان برضه الغلطات اللي احنا وقعنا فيها دي كلها ما تجيش حاجه جنب امن البلد. انتوا كنتوا بتحموا شخصيات. انتوا لو فعلا كنتوا بتحموا البلد كنتوا حميتوها من الناس اللي سرقتها ونهبتها وجابت الفقر لاهلها. لو فعلا بتحموا البلد يا هيثم باشا ما كنتوش تخلوا احمد واللي زيه يضحوا بعمرهم وهم لسه في عز شبابهم، واللي يموت في البحر واللي ينتحر. يعني خلاص احنا بقى المشكله مصر هتبقى كندا ولا استراليا لما نسيب مناصبنا؟ وهو انتوا لسه مشيتوا؟ وبعدين مين قال لك ان احنا عايزين مصر تبقى كندا ولا استراليا؟ احنا عايزين الناس ما تضربش على قفاها في الشوارع، عايزين الناس كرامتها ما تتهنش، عايزين الناس لو اتظلمت تاخد حقوقها بالقانون بدل ما تروح تولع في نفسها في اي حته من الظلم اللي فيها. يعني لو قتلتني دلوقتي خلاص كل حاجه هتبقى تمام؟ انا واحد من النظام بقاله 7000 سنه، تقدر تهد نظام بقاله 7000 سنه؟ انت ليه مصمم ان انا عايز اقتلك؟ خيالك ما جابش غير كده، مع اني ممكن اخليك تتمنى الموت كل يوم. انت قلت لي مش هتاذي الولاد. ما تستعجلش على رزقك، هتعرف كل حاجه في وقتها. انت لما تاذيني وتاذيهم ايا كان يعني هتستفيد ايه؟ شكلك هتتحل؟ انت هتبقى كويس؟ لا طبعا، بس احس ولو لمره واحده في حياتي ان انا انتصرت في اي حاجه على اي حد. ولا ايه؟ مكتوب عليا اعيش العمر كله شقيان ومتمرمط. انا ممكن اسجل لك دلوقتي اعتراف بكل اللي انا عملته، وخد حقك بالقانون لو انت عايز. مش ممكن يا هيثم باشا، مالكش حل والله. يموت الزمار وصعبه وبتلعب، وانت فكرك بعد كل اللي عملته فيا ده ممكن اصدق ان هاخد حقي منك بالقانون؟ امال عايز ايه؟ خلصني. ولادك كلها ساعة وهيبقوا في البيت. اتفضل. ايه ده؟ ده اللي انت قعدت تعمله في الناس طول عمرك، زي ما لقيت ملفاتي وملفات ابويا وملفات اخويا على مكتبك قررت اعمل لك ملف بنفسي. الملف ده هتلاقي فيه انجازاتك، يعني ملخص لانجازات حياتك. هي صحيح مش مشرفه، بس هتلاقي فيه حصر لكل القضايا اللي انت عملتها للناس وظلمتهم، والقضاء برأهم، بس انت بقى رميتهم في المعتقل او في السجن من غير اي ورق رسمي. ومش بس كده، انت هتلاقي في الملف ده معلومات خطيره جدا عنك. في ناس حبايبك قوي ساعدونا يا هيثم باشا، وبصراحه لولا مساعدتهم ما كناش هنقدر نحط الملفات الخطيره دي. يعني تحركاتك، عنوان بيتك، ومش بيتك انت وبس، لا، كل عناوين قرايبك وحبايبك ونسايبك واي مكان ممكن تستخبى فيه ان شاء الله ساعه. بس مش ده المهم، المهم انك هتلاقي في الملف ده كمان معلومات عن كل الشركات اللي ليك اسهم فيها او شاركت اصحابها بمزاجهم او غصب عنهم، سواء بقى فوق الترابيزه او تحت الترابيزه. يعني تقدر تقول مفيش مليم او سهم بتكسب من وراه غير لما هتلاقيه موجود في الملف ده. سيادتك بقى عارف قانون
من أين لك هذا؟ فضايح في البرامج والجرايد. أما بقى بالنسبة للناس اللي برا مصر ما تقلقش، إحنا عملنا حسابنا كويس أوي. إحنا عملنا موقع سميناه موسوعة الجلادين، وما حطيناش فيه العاطل مع الباطل. إحنا برضو ناس عندها ضمير، حطينا فيه أسماء الناس اللي ظلمت وعذبت بس، وكل ما يتقفل هنفتح غيره. يعني تقدر تقول كده هيثم باشا هتعيش طول عمرك متراقب وهربان زي أو زي ناس كتير غيري أنا معرفهاش، وجايز تحسبها وتقرر إنك تسافر. بس أعتقد إن هم هيمنعوك من السفر، لأن في نسخة من الملف ده راحت مكتب النائب العام. زمان راجيه وصلت ولادك البيت، ولادك بقوا في حضنك يا هيثم باشا. أشوف بقى هتقول لهم إيه.